بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد والقول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء Thank you.
شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما فَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء
Oh.
أفلا يعقلون وما الذي جعل لكم من الشجر
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.